تحياتي مرحبا. عادة ما الآن صباحا أحب أن أخرج من البيت وأتمشى قبل العمل، ولكن اليوم تغير الطقس، وكما تسمعون هناك مطر شديد، وقلت هل لنفسي هل أخرج من البيت؟ هل ألا أخرج من البيت؟ وبالآخر قررت أن أخرج وأمشي تحت المطر، لأنني لا أريد أن أبدأ عملي قبل أن أتنشط.